بسم الله الرحمن الرحيم. أنوار التفسير، تفسير سورة الأنعام. وصلنا إلى الآية 99، وهو الذي أنزل من السماء ماء. الدرس 31 بعد 800، 831. لازلنا في استعراض الآيات الكونية، يعني الأمور المربوطة بالحياة، بالكون، بالنماء، بكذا. من أول الربع ونحن نسير على هذا الهدي، إن الله فالق الحب والنوى، أول آية. الآية الثانية فالق الإصباح. احنا بناخد كل آية في درس زي ما أنتم عارفين. الآية الثالثة وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا به، شرحناها بالتفصيل. الآية الرابعة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هتلاحظ بقى الجمال كله إن خواتيم الآية منسجمة مع سياق الآية. يعني مثلا إيه؟ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ده علم، علم اسمه النجوم والأفلاك، يبقى لازم يعلمون، ما ينفعش غير كده. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ده فقه الموضوع، ده موضوع كبير. المستقر والمستودع فقه، المستقر والمستودع فقه، ما ينفعش نغير ونبدل. حتى جئنا إلى هذه الآية الطويلة، الآية التي معنا الآن، بتقع في خمسة أسطر. يعني لو أنني سأفسرها بالدقة المعروفة عني أحتاج شهرا كاملا. وكي ألخصها لك في درس واحد فتلك مهمة عصيبة علي. وهو الذي، وهو دي الثالث مرة، وهو، وهو الذي جعل لكم النجوم، وهو الذي أنشأكم، وهو الذي، ثلاث مرات وهو، تكرار وهو هنا وفي خواتيم سورة الحشر، هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله، تأكيد لمعاني لمن يترددون، لمن يشكون، لمن يتوزعون، لمن يتهربون. فالتأكيد هنا بيخاطب عقليات معينة. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. سبحان الله، أنزل فإخفاء، معناها إيه؟ إن ربنا أخفى موعد نزول الأمطار فلا يعرف واحد إلا الله، مهما الأرصاد قالت أو ما قالتش. بيدوا موعد طيارات في أمريكا باعتبار الدنيا زي الفل، وفجأة تهب عاصفة يلغي لك 1000 رحلة ولا إيه؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا، هنا بقى التفات أسلوبي، أنزل فأخرجنا. أنزل لم يقل أنزلنا، قال أنزل، أنزل فأخرجنا، فأخرجنا به نبات كل شيء، إشارة إلى أن الماء له قابلية أن ينبت منه كل شيء. فأخرجنا منه خضرا، خضرا يعني كل الخضار وكل العمار وكل النبات والخضار والعمار يأتي من الماء. الماء هو اللي بيخضر
هو اللي بيطلع ورد أحمر وبرد بنفسجي وبيطلع أوراق حمراء. سبحان الملك، هو نفس الماء، هو الماء ده فيه جميع عناصر الحياة. بقى الماء يطلع برتقال ويطلع بطاطس ويطلع مانجا ويطلع تفاح ويطلع جرجير ويطلع كزبرة ويطلع بقدونس. سبحان الملك، دي بقى العظمة.